مشاهدينا مع حضراتكم مرة أخرى ونواصل هذا الحوار مع دكتور سمير غطاس. دكتور سمير، هننتقل لبعض القضايا الأخرى المطروحة الآن بعد أن أعلن ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية بقيادة طبعا القياديين الإخوان اللي مش على ذمة قضايا حاليا. كيف تتوقع أن يتعاملوا مع الفترة القادمة والدعاوى لمشاركة شعبية واسعة في الاستفتاء؟ يعني هناك بعض التصريحات التي خرجت من مراقبين سياسيين يعني نحترمهم، لكنها قطعت بأنه الإخوان سيتخذوا موقف كذا، أنهم يعني مثلا أحد الإخوة قال أنه يدعوا أنهم هيقطعوا بس هيروحوا يقولوا لا، وآخرين قالوا أنهم سيمنعوا التصويت وهكذا. في بعض الاجتهادات حول موقف الإخوان المسلمين من المرحلة القادمة والتي أولها استحقاق الدستور الاستفتاء على الدستور. أنا أعتقد أن الإخوان المسلمين وما يسمى بتحالف الشرعية، تحالف هش بالتأكيد، يعني قلبه هو جماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات الصغيرة اللي بتتحلق حوله، لكن الموقف لا يقرر هنا، الموقف منذ فترة يقرر في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج. القرار يأتي من الخارج لهؤلاء الجماعة. القرار بالنسبة ليهم صعب جدا، وحتى بالنسبة لأي حد، إنه ماذا سيفعل في يعني الاستفتاء ثم لاحقا انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمانية. الموقف بقى محرج جدا، لأنه هذه المعركة احنا قاربنا على نهاية المشهد، فكلما قاربنا على نهاية المشهد تزداد يعني يزداد عنف الجماعة، لأنهم يدركوا أنه مرور الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية تعني إغلاق هذا الملف تماما والانطلاق إلى الأمام وسقوط كل دعاويهم حول وجود أغلبية. أحد قيادتهم الغير يعني مش على ذمة قضايا ومسموح له يطلع التلفزيون بالمناسبة، طلع التلفزيون وقال أنهم يشكلون 70%، فكان رد المحاور الآخر من الطرف الآخر أنه لماذا التظاهر وحرق البلد، يعني اللي عنده 70% ينزل يشارك يذهب إلى الانتخابات ويأخذ الرئاسة ويقول لا للدستور، وبعدين يأخذ انتخابات الرئاسة ويأخذ انتخابات البرلمان، وكفى الله المؤمنين شر القتال، إلا إذا كنتم يعني مؤمنين بالقتال أنه مش شر، يعني التخريب والإرهاب ليس شرا وأنكم قصدين تخربوا البلد. لأنه إذا بمنطقه هو سيد أرقر أظن اسمه، يعني إذا ما خانتنيش الذاكرة، قال على الهواء مباشرة أنهم يمتلكوا 70% من الشارع المصري، الشعب المصري معه. طيب إذا 70% معك حسب ادعائك، لماذا لا تذهب، وخاصة وأنه قابل المصريين الآن مش رقابة محلية فقط، رقابة محلية وعربية ودولية، والسيد كارتر صديقه السابق والحالي يجي يشرف بنفسه وجمعيته تيجي تشرف على كل مجرى الاستفتاء والانتخابات من ألفها إلى ياء، وصناديق زجاجية شفافة ومجموعات تشرف على كل نزاهة الانتخابات، لأن احنا أحرص منهم على هذه الانتخابات وعلى هذه الاستفتاء لتكريس مسألة الديمقراطية والحق في الانتخاب والتصويت. إذا كنت تملك 70% فكف جماعتك، لماذا يعني تحرق البلد حرقا بالفعل؟ تشير إلى حديث لمجدي خركر، هو أحد القياديين اللي صرحوا تصريحات حول توجهاتهم بشأن المرحلة. واحد تاني طلع مرة وقال على التلفزيون لا أذكر اسمه الآن، قال أنه كل ما يحدث هو بالملايين بس الإعلام المصري ما بيجيبش الملايين، كأن احنا عايشين في كوكب آخر. طب احنا بنشوف اللي يعني هذه المليونيات اللي بيدعيها هي ايه حجمها الحقيقي قد ايه. طيب نعود مرة تانية اخرى للمسألة. انا اعتقد انه في ثلاث سيناريوهات كلها مربكة للإخوان. نمرة واحد، ان يمنع بالقوة والعنف الذهاب الى صناديق الانتخابات، وده مربك جدا ليه هذا الخيار. ازاي؟ لانه بعمليات تخريب بمظاهرات هم قالوا سيتظاهروا امام الصناديق وامام اللجان، وسوف يستخدموا العنف، لانه كل الادعاءات الكاذبه والباطله حول سلميه تظاهرهم راينا نتائجها واخرها ذبح سائق اختلفوا معاه، حتى بافتراض جدلا انه الراجل حاول يدخل بعربيته في المسير. طب يكون هل المسلم الاخ المسلم هل تربى في تنظيم الاخوان المسلمين وفي جماعه الاخوان المسلمين اذا حد مشي بالسياره يعني جنب المظاهره
او حاول ان يعدي من هذا لو خبط حد يذبح المفروض يسلم له. هل نعم. يذبح هل هو وتتحرق عربيته؟ هي دي الاخلاق اللي تربوا عليها. ففي هناك كذبة اسمها المظاهرات السلمية، يعني في ادعاء بس انه مظاهراتهم سلمية وان الشرطة اللي بتبادلهم العنف، رغم انه كل القرائن دلوقتي والشواهد والادلة بتقول انهم. فالخيار الاولاني سيفقدهم نهائيا، لانه الغرب الذي يحميهم ويحتضنهم الان في عواصم، في اكثر من عاصمة دولية، عندما يصل الامر الى صناديق الانتخابات فبيقول لك روح قول رأيك، يا تمتنع يا تروح تقول لا يا تقول اه، بس بقى في صندوق. بما ان احنا وصلنا الى مرحلة الاحتكام الى الصناديق فاذهب الى الصندوق، لكن لا تخرب، لانك لو خربت على الصندوق واستخدمت العنف والارهاب الجسدي او اللفظي او بالمظاهرات او منعت حاولت تمنع المتظاهرين، فهذا يسقط عنك صفتك التي ادعيتها انك ديمقراطي وانك بتحاول تحافظ على الشرعية. فاللي عايز يحافظ على الشرعيه ده غير المتوقع من ردود الافعال الشعبيه كمان طبعًا. لو اصطدموا بالناس ومنعوها انها تشارك لان دول هيسقطوا امام حلفائهم. طبعا الشارع يعني ممكن يتصدى ليهم حتى اذا حاولوا ان يمنعوا المواطنين من الذهاب، لكن هذا الخيار، هذه صعوبه الخيار، صعوبه هذا الخيار انه اذا قرروا ان يمنعوا الناس الى الذهاب للانتخابات فانت فصيل ارهابي حقيقي، وانه الجدل حول هم حركة ارهابية ولا مش حركة ارهابية سينتهي عند هذا الحد بإدانة هذه الجماعة لانها جماعة ارهابية ترفض الديمقراطية او تستخدم الديمقراطية زي عود الكبريت زمان لمرة واحدة. طب حضرتك تفتكر ان هم يعني ينتهوا الى او يصلوا في النهاية الى هذا القرار بالمظاهرات الحاشدة، ولا انهم يصوتوا بلا؟ هنروح للسيناريو الثاني. ده السيناريو الاولاني انه منع التصويت، تخريب العملية الانتخابية بالإرهاب وبالتظاهر العنيف إلى آخره، وده بقول لك لن يجلب لهم احترام أصدقائهم وحلفائهم الحاليين، لأنه لا تستطيع أي دولة أوروبية أن تدافع عن جماعة تمنع الانتخابات بالإرهاب، وأيضا ستعجل بإدانتهم كجماعة إرهابية، والمجتمع الدولي سيقبل وقتها أن هم بالفعل جماعة إرهابية. فده الخيار الأولاني، دي صعوبته بالنسبة ليهم. ولكن ممكن من الحماقة يعني لا ينقصهم من الحماقة ما يدفعهم إلى ارتكاب التصرف بهذا الشكل. نعم. الخيار الثاني هو الامتناع ودعوة المواطنين للامتناع عن الذهاب إلى صناديق الانتخابات حتى يقولوا في النهاية إذا تمكنوا بالدعوة. عاملين حملة دلوقتي اسمها طرق الأبواب، وأنه ده دستور معرفش إيه ودستور إيه إلى آخر التقولات على الدستور، وبالتالي أنه نسبة الذين ذهبوا للاستفتاء أقل من نسبة الذين ذهبوا إلى في 2012، وبالتالي يعود مرة أخرى للمحاججة بأن الشرعية هي شرعية الدستور الذي صوت عليه الشعب في 2012. والخيار ده محك عملي، هل ستخرج الجماهير المصرية أولا نسبة الجماهير التي ستخرج بصرف النظر بقى للسيناريو الثالث، نسبة نعم تقول آه ولا لا، بس المشاركة، نسبة المشاركة قد إيه نسبة المشاركة. الخيار الثالث هو انه يروحوا هم نفسهم ويدفعوا عناصرهم واصدقائهم ودوائرهم للتصويت بلا، عشان تطلع نسبة لا اعلى من نسبة لا التي قيلت في دستور 2012. هل سيتمكنوا من ذلك؟ نحن لا نصادر حق اي مواطن عنده حرية الرأي انه يروح عند صندوق الانتخاب ويقول اه او لا، لو مارس حقه وفقا لآليات الديمقراطية، وفقا الممارسات الديمقراطية السلمية التي نحترمها جميعا، اللي بيسمح بها القانون أبسط ويسمح حاجة يسمح بها القانون، وألا يتم لا التزوير بالمطابع الأميرية، لا خطف الصناديق، لا كل المسائل اللي شهدناها، لا تزوير إرادة المواطنين. إحنا أحرص منهم مليون مرة على أن تتم هذه العملية في كنف الديمقراطية الحقيقية، لأننا نريد أن نرسي ونكرس تقاليدا ديمقراطية تنقل مصر بالفعل إلى الدولة التي نرجوها لها في مقدمة الصفوف الأولى من دول العالم. هذه هي المكانة التي تستحقها مصر ويستحقها هذا الشعب الذي يعني غلب على أمره فترات طويلة، ولم يعد من الممكن الاستمرار في حبسه كما قلت في إطار تحسين الوضع، انه بدل ما الكهرباء كان بتتقطع دلوقتي شفت الحمد لله بقى بتتقطع ساعتين بس، البوتاجاز بقى لا الحمد لله بقى في انبوبه بوتاجاز في الشهر اللي جاي. هذه مسائل استهانه بحق هذا الشعب اللي عنده تراث. انا مش هقعد زي الاخرين نتغنى حضاره 7000 سنه وكذا، كل فيه حضارات عظيمه واندثرت، انا اتحدث عن حق هذا الشعب الذي اسقط حكومتين او نظامين سياسيين
في خلال سنتين فقط وخرج بجموع هائلة سوف يسجل التاريخ في أنصع صفحاته أن المصريين خرجوا بالملايين في ثورتين، ثورة أولى في 25 يناير وثورة ثانية في 30/6، وأسقطوا نظامين أنا شخصيا وكثيرين كانوا لا يتخيلوا أنه في إمكانية لإسقاط هذه الجماعة، لأنه كما أشرت هذه الجماعة ليست جماعة محلية، هذه جماعة مرتبطة بتنظيم دولي عنده إمبراطورية دولية وعنده تحالفات، وإحنا شفنا الأمريكان إزاي السيد أوباما داخ 46 يوم وهو مش عارف يعمل إيه، مش عارف ياخد موقف إزاء ما حصل، لأنه حساباته كلها وجزء منها سوف يعني أنا تحدثت عنه في إحدى الفضائيات حول الدور الذي أوكله أوباما، ده جزء من التخابر الذي قام به، تسجيلات صوتية سوف تنشر في المحكمة بين أربع تسجيلات بين محمد مرسي وبين أيمن الظواهري، والتي بدأها رفاعة الطهطاوي ابن خالة أيمن الظواهري، ومحمد الظواهري الذي عفى عنه محمد مرسي وخرج وأنجز جزءا من هذه الاتصالات. أوباما كان ابن خالة أيمن الظواهري، حضرتك بتقول السفير رفاعة الطهطاوي اللي كان بيتولى رئاسة الديوان، ابن خالته. أول محادثة حصلت يوم 20/1/2013 بعد توقيع، بعد يعني ما الأمريكان دفعوا الإخوان أن يقيموا علاقة مع خلفية مستترة مع تنظيم القاعدة حتى يؤمنوا خروج الأمريكان من أفغانستان في 2014، وبالتواريخ وبالأسماء. وفي أعقاب انكشاف هذه المسألة قامت الولايات المتحدة بخطف أنس الليبي، لأنه الاجتماع اللي حصل بين محمود عزت وبين المجموعات القاعدة في ليبيا حصل في 20/3/2013 في ليبيا، وتم الاتفاق فيه على التعاون ما بين تنظيم القاعدة، العمليات الإرهابية اللي عليها بصمة القاعدة الآن وبنشوفها، ما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس اللي بتضع الآن على كل آخر فيديوهاتها صورة الظواهري وتصريحات لي وتسجيلات لي، تؤكد تماما الوقائع التي أشرنا إليها والدور الذي أوكل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعصام الحداد في الأول في زيارته الأولى للولايات المتحدة في 8/12/2012، وبعدين الاجتماعات اللي حصلت هنا في مصر، ثم تكليف السفير طهطاوي باتصال أول، ثم أربع مكالمات مسجلة سوف يكشف النقاب عنها في المحاكمات القادمة، واللي نتائجها حتى بدون المكالمات نتائجها موجودة. القاعدة التي حاولت عشرات السنوات أن تخترق مصر لم تتمكن، تمكنت فقط عندما أعطيت غطاء الإخوان المسلمين لها بالإفراج والعفو عن كل الجماعات وإعادة الإرهابيين اللي كانوا موجودين في أفغانستان، نعم، واللي تنظيمات الأخرى إلى آخر هذه المسألة. وهذه معلومة مؤكدة، صلة القرابة طبعًا اللي حضرتك قلت أنها بين رئيس ديوان ينفي رئيس الجمهورية سابقا أو وقائد أو زعيم تنظيم، وشقيق محمد الظواهري، نعم، الذي اعترف في النيابة أنه أخذ 15 مليون جنيه من الشاطر لتمويل شراء أسلحة للجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء، هذا أيضا سوف يعرض على النيابة. نعم. دكتور سمير، هل تعتقد أولا، هل تتوقع مشاركة واسعة جدا من المصريين بأرقام فاقت التصويت على دستور 2012 أم لا؟ يعني أنا طبعا متأكد من هذه المسألة، لأنه المصريين لا يصوتون على دستور فقط، لأنه لنكن صريحين، الأغلبية من شعوب العالم وليس الشعب المصري فقط، لا أحد يستطيع أن يلم بدستور في 230 بند، يعني هذا خارج قدرة أي شعب أنه يقعد يقرأ ويمحص إذا البند ده ولا البند ده ناقص أو فيه كلمة أو فيه كذا. بشكل عام فلسفة هذا الدستور، دستور قائم على إيه؟ بيعطي للمواطنة إيه؟ بيعطي للديمقراطية إيه؟ بيعترف بحقوق الإنسان قد إيه؟ بيكرس مسائل احترام الآخر، ها؟ سواء كان هذا الآخر مختلف معاك جنس، يعني بالجنس، يعني المرأة مثلا، الشباب، اعطاء حقوق الزام الدولة، لأول مرة يبقى في دستور يلزم الدولة بواجبات تجاه الفئات المهمشة، العمال، الفلاحين، ألزمها إلزاما، ها؟ من واجب الدولة كذا إلى آخره. حتى الدين أعطي المكان اللائق به وليس كما أريد له في 2012 أن يستخدم، لما يقول لك إيه المذاهب، إنهي مذاهب؟ ما كل واحد ينتمي إلى مذهب من المذاهب، طب إيه بقى هنخليه فوضى؟ إنه كل واحد يقول لك أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا كذا، في 12 إمام مش بس أربعة، ها؟ الأمور قيل إنها ممكن تفتح باب الاختلافات أو الخلافات. نحن نصوت على
الإطار العام لهذا الدستور الذي يجب أن يشرح لكل المصريين ليس بنوده فقط. عندما أتحدث عن الحريات أقول لهم البند كذا بيقول الحريات، عندما أتحدث عن المرأة أقول البند كذا، عندما أتحدث عن الشريعة أقول لهم البند ده مقارنة بالبند اللي كان فيه 2012. التصويت هو على مستقبل مصر، عايزين نعدي بقى ونخلص من المأزق اللي وضعنا فيه الإخوان المسلمين ده، ونلتفت ونتقدم إلى الأمام ونشوف مصر دي هتبقى إيه في المستقبل. إحنا تراجع عدد السواح من 13 مليون مسجلين في 2010-2011 إلى أقل من مليون، وهذا مصدر أساسي من الدخل القومي. الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية حتى هرب منها قد إيه وبقى منها قد إيه في مصر. البطالة في مصر التي تصل حسب الأرقام الرسمية إلى 14%، وأنا أعتقد أنه ده رقم يعني غير واقعي، لأنه البطالة في مصر تتجاوز هذا الرقم. إلى هنراكم بقى بطالة أكبر، نبرك بالبلد دي نوقعها، ولا ننطلق للأمام ونضع هذه البلد؟ كما قلت أنا شخصيا سأعارض أي حكومة أو رئيس قادم ليس له مشروعا ينقل مصر من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة. ده اللي لازم نختلف حواليه، كيف نتقدم بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. أنا شخصيا سأقود معارضة لأي رئيس أو أي حزب أو أي وزارة ترجعنا تاني للاستهلاك، للكلام المستهلك. نعم. حول تحسين طب وضع طب مصر. خلينا قبل ما نختتم حوارنا مع حضرتك ونوصل لكلمة أخيرة حول المشهد بشكل عام في إطار ما تفضلت به الآن دكتور سمير، سنتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير ونستعرض أو نستمع من خلاله إلى آراء بعض المواطنين حول اقترابنا من عملية الاستفتاء على الدستور. نتابع. العبور من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد ليس سهلا. محطة الاستفتاء على الدستور توشك على الانطلاق وسط زخم سياسي وشارع منهك بأوضاع صعبة يتطلع إلى تجاوز هذه المرحلة بحثا عن الاستقرار. ده دستور حياتنا اللي هنعيش عليه، لازم ننزل ولازم نشارك. الناس اللي معتقدة ان الدستور مش هيمشي، معتقدة ان مثلا الانتاج هيقف ويوي، لا انما احنا نشارك خلاص، نقطع عليهم بقى يرضوا بالامر الواقع بقى ونخلص من الموال ده. اننا كشعب مثقف اقرا الدستور اولا، والمشاركة ده فرض واجب. تحالف الإرادة الشعبية ومصر بلدي وتحالف نواب الشعب ثلاثة تكتلات مدنية تشكلت في الآونة الأخيرة لتتغير معها الخريطة السياسية قبيل الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه منتصف يناير المقبل. التكتل الأول يضم مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب المدنية كالمؤتمر والغد والحركة الوطنية، فيما يضم التكتل الثاني عددا من رموز القوى الوطنية ويقوده وزراء سابقون وزعماء عائلات وشخصيات سياسية، من بينهم مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين. أما التكتل الثالث فيضم أكثر من 70 نائبا من النواب السابقين، من بينهم نواب من الصعيد وآخرون من الدلتا، ويعتزم هذا التحالف خوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة واحدة. وتسعى هذه التكتلات إلى تشكيل جبهة تخوض الانتخابات بقائمة موحدة سواء في النظام الفردي أو في نظام القوائم، بالإضافة إلى الوقوف ضد تحركات تنظيم الإخوان المسلمين الذي يحاول تشكيل تكتل رافض للبناء التشريعي. سننزل الانتخابات جميعا في إطار جبهوي، ليس لدينا مانع أن ننسق مع الجميع. نحن لم نأتي لنحتل مكان آخرين، لكننا جئنا لنشارك الآخرين ونضع إطار جبهوي واسع يمكن أن ينضوي تحته كل من يريد الانضواء. جبهة مصر بدري ستكون بالقيادات اللي موجودة فيها وبتواجدها القوي والسريع والفعال ستكون رقما مهما بالتأكيد سيكون له تأثير في تعديل الخارطة السياسية. وفي ظل تنوع خريطة التحالفات السياسية وتغيرها يتجه حزب الوفد إلى التحالف مع الحزب المصري الديمقراطي، فيما يتجه حزب المصريين الأحرار إلى التنسيق مع حزب المؤتمر، وهو ما يعني أن جبهة الإنقاذ قد لا تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة كما يقول محللون، معتبرين هذه التحالفات انتخابية
وليست سياسية. سوف يشكل أثناء وقبل الانتخابات من أجل تعظيم فرص التيار المدني في الانتخابات أو لتمرير الدستور، ولكن في الممارسة السياسية لا يضمن بالضرورة أن يكون هناك توافق أو تكتل أو تحالف ما بين هذه القوى المدنية، لأن المصالح السياسية والحسابات السياسية تؤدي إلى تمزيق هذا التحالف لاحقا، وبالتالي هو سيكون تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي. بتغير الخريطة السياسية تتغير طبيعة الصراع خلال الماراثون الانتخابي المقبل، خاصة بعد تراجع التيار الإسلامي في قائمة القوى السياسية المتنافسة. بحث عن تشكيل تكتلات حزبية جديدة بغاية تغيير المشهد السياسي بعد أن كثر الحديث عن أحزاب دون جمهور، لكن ذلك لا ينفي حرص أحزاب أخرى عن التكتل من أجل ضمان الحصول على تمثيل أفضل في البرلمان المقبل. أخيرا مشاهدينا، كلمة أخيرة نختتم بها هذا الحوار وهذه الجولة من متابعة الأحداث، والتي كان معنا فيها الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور سمير، أخيرا بعد أن تابعت معنا هذا التقرير واستمعت إلى آراء أيضا بعض المواطنين في الفترة الماضية حول موقفهم من المشاركة بفاعلية في الاستفتاء على الدستور، هل تتوقع، سأعود إلى طرح نفس السؤال، رغم تأكيدات حضرتك على أهمية المرحلة وتأثيرات هذا الأمر على مستقبل مصر، هل تتوقع وفقا للمعطيات السياسية الحالية أن تفوق نسبة المشاركة ما حدث بشأن دستور 2012؟ أنا أعتقد جازما تقريبا أنه سيكون ذلك الخروج الثالث للمصريين بعد خروجهم في 25 يناير وفي 30. سيكون تأكيدا تصويتا على حقهم في المستقبل، على تمسكهم ب المستقبل وعبور مصر من هذه المرحلة إلى الأفاق الجديدة. المصريين، وأنا هنا أتحدث عن المواطن بوعيه الفطري، بحسه الذي أخرجه في المرات السابقة، لا أحد يدعي على الإطلاق أنه هو الذي أخرج المصريين في 25 يناير أو في 30/6. هناك عوامل ساعدت، لكن هذا يعني الكم الهائل من المواطنين الذين شاركوا في 25 يناير وفي 30/6 لم يكن أحد يتوقع هذه الأرقام على الإطلاق. وأنا أراهن مرة أخرى على الوعي الفطري للإحساس المصريين العاديين البسطاء، بصرف النظر عن توجهات الأحزاب، أنا يعني أراهن على حس المصري البسيط الذي يقول أننا يجب وإدراكه لأهمية هذه المرحلة، أنه سيخرج ليقول نعم لنعبر إلى المستقبل، إلى مصر التي ننشدها جميعا. بشكر حضرتك في نهاية هذا الحوار، شكرا جزيلا لك دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أهلا بك. مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة، ونهاية هذه الفقرة وهذه الجولة من جولات هذه الحلقة من بث مباشر، التغطية مستمرة، ابقوا معنا بعد الفاصل، المزيد من الموضوعات وحلقات النقاش والتساؤلات المثارة حول قضايا مختلفة، وهيكون معاكم بعد الفاصل عمرو خليل، شكرا وإلى اللقاء.